معاكم حلقة جديدة من إبراهيم دراجون. أنا عارف لو في ناس شافوا موسى دراجون وعارف اللي أنا بقلد اسمي شوية عارف، بس اللي هو قريبي هو اللي مديلي فكرة. دلوقتي أنا مشتري جايبه جديد، ولو شفتوا الفيديو الأول هتلاقوني هتلاقوني فتح ناس كتير اواجههم. الخدعة كلها دي مثلا بالودي ممكن تعكس الضربة مثلا، بس يعني احصل لك محاولة تصد تعكس ضربة كتير. مثلا بص هو عكس الضربة تبقى صعب، لازم تكون قدام الكورة وتضربها في لحظة معينة. لو تعرف تعملها تبقى واثق، يا اما ما تعلمهاش خالص. انا نفسي بتردد بعمل الرد دي. انا بفضل الاسلوب القديم ان انا اقعد اقول يعني واكتبها. هو يا اما هدخل الكورة جون، يا اما هيحاول يدخلها فيا جون. بس بص اللي هيحصل لو حاول يدخل جون. يلا اعمل انت عايزه، عندي كل الوقت. دلوقتي هتيجي جون دلوقتي. لا ده كان فيه الله كان جون كده. دلوقتي هنلعب نشوف اللي هيحصل معانا اللي بيحتفي في جنة شوية كبار. جدون يا بس الراجل ده او من هنا برضو تنجح. وادي هدف الجول، بس يعني شايفين اللي هو صوتي برضو يعني الضربة دي ينفع تضربها. وحش الأخيرة هو ينفع صدها. وأديني خسرت بس يعني هرجع له طبعا. يا عم هدي اللي بتحبيه.
Sturm und jetzt wird ihn aber zu verlieren. Ja, mal die Rolle. اخر واحد اغلقه وشكرا بعد كده عاد يا عم بسم الله نهار ابيض عاد يا عم كمان هوليك باتمان بسم الله ازيك هوليك باتمان البس يا كوبري لا 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 يا رب تيجي في وشك يا لهوي انا مصدق اللي قبليه كان احسن مني قبل كده احسن منه بكتير شكرا على المشاهده